انا بتصل على النبي مبارك النهارده، بسلم على حبايبها بتقول لكم النهارده عامله اكله سريعه جميله تمشي حلوه في غدا في عشاء، جانا ضيف ما جالاش ضيف سقعانين عايزين وجبه سريعه بالصلاه على النبي. هتعجبكم الوصفه، خشوا على الفيديو من الاول للاخر تابعوه هتعجبكم الطريقه بالصلاه على النبي. تعالوا نشوف. بص الكفته، كفته حاتي جميله سهله ومش صعبه خالص. تعملي بقى جنبها شويه رز شويه مكرونه، تاكليها بعيش، حبه سلطه طحينه، سلطه قوطه، حبه لفت ورد كده من بتوع ماما بركه، هتعجبكم هتعجبكم. وشوفوا بالصلاه على النبي الكفته عامله ازاي بقى، هشه وجميله ازاي بالصلاه على النبي. كفته الحياتي بتاع ماما بركه جميله وتحفه، وماما بركه بتقول لكم تعالوا كلوا معانا، حلوه الوصفه حبايب ماما بركه بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب ماما بركة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. بالصلاه على النبي، الدنيا ساقعه وانا سقعانه وعايزه اعمل اكله سريعه كده نتعشى بيها نتغدى بيها، يعني تمشي في كل حال. بالصلاه على النبي رحت ايه مطلعه كيس لحمه احمر وفي ابيض دخله ابيض علشان هعمل كفته حياتي، بس بالصلاه على النبي هعملها بالبرغل، بل كوبايه برغل ومصفياها اهيت بالصلاه على النبي. طبعا اللحمه هي نص كيلو لحمه مع كوبايه برغل بلاها ومصفياها مع بصلتين ضربهم في الكبه ومصفياهم برده اهوت الميه بتاعت البصل. طبعا هنبدا نسمي الله بالصلاه على النبي. ماما بركه النهارده هتعمل كفته حاتي بالبرغل هتعجب حبايبها بالصلاه على النبي. تابعوا الفيديو من الاول للاخر، الوصفه جميله جميله جميله. دي توابل مشويات، توابل مشويات بالصلاه على النبي. توابل لحمه، بابريكا، فلفل اسمر بالصلاه على النبي، معلقه بيكنج باودر. هنبدا نسمي الله ونعمل ايه؟ كزبره خضراء، انا بحب الكزبره، في حد يحط بقدونس؟ انا بحب الكزبره بالصلاه على النبي. عرفنا المقادير، لحمه، برغل، بصل، كزبره، معلقه بيكنج باودر، بابريكا، توابل اللحمه، فلفل اسمر، توابل المشويات، وميه البصل اللي انا مصفياه. نبدا ونسمي الله. تعالي نشوف ماما بركه هتعمل ايه. نبدا بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل ايه؟ نحط كل ايه حاجتنا مع بعضها. بص البصل انا مصفياه ازاي، نفروله خالص مصفياه، ضربت بصلتين ورحت ايه مصفياهم بالصلاه على النبي. كوبايه برغل برده بلتها ومصفياها خالص اهي بالصلاه على النبي. ماما بركه النهارده هتعمل كفته حياتي بالبرغل في البيت كده عشوه كده ايه خفيفه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي نص كيلو لحمه احمر وابيض، فيها ابيض داخل ابيض بالصلاه على النبي، معلقه البيكنج باودر اهي بالصلاه على النبي، توابلي كلها اللي هو بتاع ده بابريكا، توابل اللحمه، فلفل اسمر، توابل المشويات، طبعا ما حطناش كده ايه ملح، هنحط معلقه ملح كده صغيره بس خالص علشان ايه التوابل بتاع المشويات بتبقى حقيقه بالصلاه على النبي. حبيت برده كزبره كده اهي، شويه كفته كده طعمين بالصلاه على النبي هيعجبوا حبايبي بالصلاه على النبي. نبدا نسمي الله ونعجن ايه الخليط كله مع بعضه بالصلاه على النبي. طبعا بنعجنه وبروح حطاه في الثلاجه شويه، وبعد شويه يعني نشد شويه، طبعا كده كده الدنيا شتا بس لازم ايه احطه في الثلاجه شويه. هعجن الخليط كله كده بالشكل ده بالصلاه على النبي، وهنعمل احلى كفته حاتي اللي بنشتريها من بره سخنه كده سريعه على طول، وجبه سريعه نتعشى بيها نتغدى بيها، يعني تمشي جنب غدوه تمشي عشوه، جنبها شويه مكرونه بعيش، بحب السلطه، سلطه الطحينه، سلطه خضراء. انا بقى بالصلاه على النبي ماما بركه طبعا ايه عامله لفته اهوت، هناكل ايه جنبها لفت كده مخليلاه. وان حبيت اعمل سلطه تعمل، بس يعني انا لسه اما اشوف. بالصلاه على النبي هنعمل كفته حاتي، هعجن الخليط كله واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عجنت ايه؟ عجنت الكفته اهي، حطيت نص كيلو لحمه على كوبايه برغل على على بصلتين فرمتهم. بصوا بقى عملتها ازاي في بعضها، حطيت معاها توابل مشويات، حطيت معلقه بابريكا، حطيت معلقه توابل لحمه، معلقه فلفل اسمر، وندعه ملح بسيطه خالص، ومعلقه بيكنج باودر.
كفتة الحاتي هنعملها في البيت بالبرغل. طبعا انا عجنتها هي بالصلاة على النبي، هسيبها شوية في التلاجة واما اجي اشتغل. حبايب ماما بركة خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب ماما بركة بالصلاة على النبي، طبعا ماما بركة النهاردة عملت كفتة حاتي بالبرغل ببصلاية، وصفتها حلوة سهلة وجميلة. لما يعني مكسلين، حد جانا على غفلة، سقعانين، أكلة سريعة كده ما تطولش وتبقى جميلة، تبقى أحسن من الجاهزة. بالصلاة على النبي. طبعا مية البصلة هي بروح حط حب الزيت كده اهوت بالصلاة على النبي على مية البصل. طبعا أنا إيه عجنتها وحطيتها ساحتين في التلاجة. طبعا بالصلاة على النبي، شفتوا بقى لازم يبقى لها إيه، يبقى لها عرق كده. كفتة الحاتي لازم يبقى لها عرق كده. انا عاملاها بكوبايه برغل ببصلتين وبنص كيلو لحمه. اللحمه يبقى داخلها لحمه بيضه، مش لحمه حمراء خالص. بالصلاه على النبي هبدا اسمي الله. طبعا انا عملت العجينه بتاع اللحمه هي، ببدا اسمي الله. بعمل ايه بقى؟ بروح كده معلقه البيكنج باودر بتخلي الكفته بالصلاه على النبي بتخليها ايه، منفوشه كده وهيشه. بالصلاه على النبي حطيت حبه زيت على ميه البصل اللي انا مصفياها من البصل اللي عملته، وبنبدا نسمي الله وبنعمل كده. انا عملت كفته الحاتي كتير كتير، بس النهارده عاملاها لكم ببرغل اكله سريعه، وبرده ايه بتزود الكميه شويه يعني بنص كيلو لحمه. هنعمل بالصلاه على النبي وجبه جميله جميله اهوت بالصلاه على النبي. واروح عامله كده اهو، واروح رصه في الصاج بالصلاه على النبي. واحده غيرها تاني. ماما بركه بتقول لكم اكله سريعه يعني بالصلاه على النبي. ساعانين جانا حد على غفله كده نص كيلو لحمه بالصلاه على النبي، ونعمل بيه وجبه جميله كده اهوت. ونروح عاملين كده بالصلاه على النبي، وتعالوا كلوا معانا كفته حاتي بس بالبرغل. وصفه حلوه وسهله. تابعوا الفيديو من الاول للاخر اهو. الصباع اهو بالصلاه على النبي اهو بالصلاة على النبي. اعمل صباح تاني واوريكم الكمية بحالها على ما اخلصها بالصلاة على النبي. وحسب برضو عايزة تكبري تكبري، تصغري تصغري الصباع براحتك، ده بحريتك وبمزاجك. يعني ممكن نعمل الصباع صغير عن كده، ممكن نكبره ونملى الخلة خالص بالصلاة على النبي اهو. اهو الصباع، صباع الكفته اهوت. هكمل الكميه واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بالصلاه على النبي اكله سريعه جميله. لو جانا حد، ما جاناش حد واحنا سقعانين كسلانين، اكله سريعه بقى جنبيها شويه مكرونه شويه رز، ناكلها بعيش، نعمل سلطه طحينه سلطه خضراء زي ما تحبي بشوقك. بالصلاه على النبي كفته الحاتي بالبرغل جميله، وصفه جميله سهله، وجربوا الطريقه هتعجبكم. طبعا انا عملت نص كيلو لحمه مع كوبايه برغل مع بصلتين. طبعا عملت ده هسويه اهوت، وده برده ايه ركنته اهوت، اعمله اهوت اركنه في الفريزر برده على غفله كده سقعانه بتاع، اروح مطلعاه عامله جنب شويه بطاطس شيبسي جنب اي حاجه، وبرده يمشي وجبه. بالصلاه على النبي تعالوا معانا، هدخلها الفرن خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي طبعا ايه، انا ولحت ايه الشوايه، هزقها بقى اهوت في الفرن اهوت. هسوي كفته الحاتي عندي ماما بركه بتقول لكم تعالوا كلوا معانا، تمشي غدوه تمشي عشوه تمشي زي ما تحبي بالصلاه على النبي. ان جانا ضيف جانا حاجه، احنا كسلانين، اكله سريعه كده سريعه بالصلاه على النبي في الشتاء، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بالصلاه على النبي كفته ماما بركه بتاع الحاتي بالصلاه على النبي، كفته جاهزه سريعه على طول، وجبه جميله بالصلاه على النبي. هقدم على الرخامه وتعالوا اتغدوا معانا، خليكم معايا. احلى كفته حاتي عند ماما بركه بالصلاه على النبي اهي، جميله جميله بالصلاه على النبي كفته الحاتي عند ماما بركه. وانا تقولي لي بقى بتاع الكفته ولا اي شيء، مكرونه جنبيها، سلطه، لفت وردي من عند ماما بركه، حاجه جميله بالصلاه على النبي، وجبه سريعه سريعه، انا اكلها بعيش ماشي،
ناكلها بعيش ماشي، ناكلها كده ماشي، بحبه مكرونه، بحبه رز، اكله سريعه عند ماما بركه، تحفه تحفه كفته الحياتي. جربوها هتعجبكم بالصلاه على النبي حبايب ماما بركه، الصلاه على النبي حبايب ماما بركه، كفته الحياتي هي عند ماما بركه جميله وتحفه تحفه. جربوا الوصفه حبايب ماما بركه، واللي تعجبه بقى الوصفه يخش على الصفحه بتاع ماما بركه يعمل لي لايك، واللي مش على صفحتي يدور على صفحتي واعملوا لي لايكات كتير كتير، انا بحب اللايكات من حبايب. بالصلاه على النبي، واستنوني في الفيديو الجاي.